لم تخف الشركة الألمانية صدمتها من خطورة المواد الكيماوية المخزنة لسنوات في مرفأ بيروت. الخبير الألماني مايكل فنتلر ذهب إلى حد الحديث عن قنبلة ثانية في المرفأ بعد الانتهاء من تحليل وتوضيب ما يعادل 1000 طن من أنواع مختلفة من الأسيد ومواد أخرى قابلة للاشتعال، خاصة لدى الاختلاط ببعضها في ظروف التخزين السيئة. وجدنا حامض الهيدروكلوريك وهو سام جدا ممنوع من الاستخدام منذ عام 2006. لدينا العديد من المواد الخطرة، إذا تفاعلت مع بعضها سيحدث انفجار ثان في بيروت. الخطر لم ينتهي بنقل هذه المواد إلى خارج لبنان بغرض إتلافها، فقد تسربت إلى التربة والبحر وباتت تشكل خطراً على البيئة والسلامة العامة. هاي المواد غير أنه بتتفجر دابت ونزلت بالأرض، وقت نزلت بالأرض على 5 أمتار من شط البحر راحت بالمي مية البحر ولوثت مية البحر. لا تفاصيل أو بيانات جمركية بشأن المواد الخطرة المخزنة في المرفأ، والقضاء لم يتحرك بعد رغم فضيحة تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم ل7 سنوات حتى وقعت الكارثة. واضح أن هذه السلطة يعني تركت أهم مرفأ في ربما على الحوض حوض البحر المتوسط، تركته سائب أمنيا. يعني أنا بقدر أقول لك أنه بحسب المعلومات ومتابعتي للتحقيقات في قضية مرفأ بيروت، مرفأ بيروت المرفأ الوحيد في العالم الذي لا يوجد فيه كاميرات مراقبة. هذه القضية تطرح علامات استفهام جديدة بشأن من يتولى زمام الأمور في مرفأ بيروت ومرافق ومعابر رئيسية أخرى وقدرة الدولة على بسط سيادتها عليها. انفجار مرفأ بيروت قبل 6 أشهر كشف العديد من ملفات الإهمال والتقصير والفساد في أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان. أسئلة كثيرة تبقى رهن التحقيقات الجارية وسط شكوك في إمكانية التوصل إلى نتائج ملموسة في المستقبل القريب. لاريسا عون سكاي نيوز عربية، بيروت.